ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد. فيديو النهارده موسى اونسي اللي هو نادي كتبت لي بعد اغنيه، برضو اغنيه موسى اللي هي جوه عقلي. ناس كتير قوي كتبت لي اسم الاغنيه دي وقبليها كمان، بس الفيديو بتاع عقلي جوه عقلي دي الناس كتبتها لي تقريبا. دي حزينه على ما اعتقد 5 دقايق او 35. اوكي، انا بحاول على قد ما اقدر ما اوقفش فيها كتير عشان الوقت، لان انا برضو عشان انزل هيبقى المفروض اقصى حد اللي هي 15 دقيقة، فاللي هو ايه مضطر. اوكي، مش عشان حد قال لي حاجة. اوكي، مفيش اي مشكلة، ما علينا ما علينا. اوكي، خلينا نخش على طول على الفيديو، يلا ليتس جو. وقبل ما نروح على الفيديو، انا جايز اقطع في الفيديو ده لسه، ما اعرفش لو انا رغيت كتير هتلاقي حتت متقطعة. بسبق الاول، انا ما اعرفش ايه اللي هيتم. اوكي، فممكن لان 5 دقايق وشوية يعني المفروض اعمل رياكت 10 دقايق. علينا، خلينا نخش على طول على الأغنية، يلا ليتس جو. أنا شايف شاشة سودا. كانش نفسي اكون شبهك، بس للاسف بقيت بحاول اتكلم بس ساكت وانا بتنفس تحت زيت، فانا مش فاهم اللي بيحصل. بس انا اغنية حزينة. اوكي، انا جاهز. تعبان وخايف، صوتي مكبوس لان في كابوس بيضحك لو واقف مش حاسس، بس عقلي بيتسحب مني بسهولة. هتبقى مجنونة معاك وهتبقى مجنونة من دونك، مسؤولة عن كل حاجة بتحصل، هي مش مسؤولة. جسمها بيتحنط لوحده وهتلاقيه جوه تابوتك، حتى لما تيجي تموت هتلاقيها معاك موجودة. موضوع مخيف، هي جابتك وهي سبب موتك، بتكلم عنها دلوقتي صدقني بحاول اكون حيادي. الذنب مش ذنبها بس بطيتك وهي سبب موتك، هو بيتكلم عن صاحبه او اخوه. هي سبب موتك، بتكلم عنها دلوقتي صدقني بحاول اكون حيادي. الذنب مش ذنبها بس بوظت حياتي، بخاف ابص لك في عينك لموت من الخوف، بضحك لك لما بتضحكي خوف من الموت. بس مفيش معاني من الضحكه في عيونك، انا شايف ده. عقلي بيتسحل معاكي وقلبي بيتقلب لفحمه لان الموضوع مش منطقي. بص لي في عيني، عارف اني بخاف بس عادي هستحمل. قولي لي ازاي بقيت كده، اكيد انت فاهمه. انت انجح واحده في العالم تقول انها فاشله، خلتيني تعبان كده. اكيد انت فاهمه، انت انجح واحده في العالم تقول انها فاشله، خلتيني تعبان. معيش فلوس ادفع الثمن، خلتيني جبان فاشل. لما بخيت ببص للسما مستني اي حاجه تنزل عليا تحطمني الاجزاء، مش همشي مهما الناس هتنعم. بخيت ببص للسما مستني اي حاجه تنزل عليا تحطمني الاجزاء، مش همشي مهما الناس مستني حاجه تنزل على الوجع. عشان لما بخيت ببص للسما مستني اي حاجه تنزل عليا تحطمني الاجزاء، مش همشي مهما الناس هتنعدي بالغوالي. اني بكلم خيال مش موجود في الحياه، مهما عيط المزيكا كاني بخبط ومفيش باب. ببساطه الموضوع مضحك، خلتيني ضايع بكتب وانا محبوس في سجن، فالناس دي شافتني طايف. فلما حسيت بكده انت قتلتيني بقلمي، طلعتيني شاذ بعدين طلعتيني بزني، وانا ما عملتش كل ده. كتب كده انت قتلتيني بقلمي، طلعتيني شاذ بعدين طلعتيني بزني، وانا ما عملتش كل ده. انا كنت انسان طبيعي، انت حتى جنونك كان هيخليني عايز اطلع من ديني. بعدين وصل الموضوع لحاجات تانية اوسخ، خلتيني اتف على نفسي. كان نفسي اكون اوسم، كان نفسي اكون انسان ما عندوش ولا نقطة مشاكل، بس فاهم الحياة مش هتكمل الا وانت زائل. فانا تعبت بس مش هينفع افتح بق، الحمل تقيل فشخ عليا وانت بالعكس بتزق. مش خايف ان اتفعص بس خايف من الاحساس ده، خايف ان افضل خايف وتائه وما احسش بالوقت اللي هيخليني جزيء ماشي مستني. خايف افضل خايف. اوكي، الحته دي لمسه لي فشخ. وبرضه لما يبص السما حاجه تنزل عليه عشان تنهي، الحتتين دول حاسسهم فشخ. من الاحساس ده خايف، حمل تقيل فشخ عليا وانت بالعكس بتزق. مش خايف ان اتفعص بس خايف من الاحساس ده، خايف ان افضل خايف وتائه وما احسش بالوقت اللي هيخليني جزيء ماشي مستني المساعده. مش كمل لا معنى ومتخبي في اللعنه، ومن قلبي بسمعها بتقول لي موت وبتدعي، وانا لسه جسمي ده ما تفاش من كلماتها. الضرب ده كانت عايزه تلعب تقريبا، هو بيتكلم على امه تقريبا على نقاط ضعفي وانا غبي، كنت بحبها كنت شايفها حبيبتي. اوكي، فيش من كلمتها الضرب ده كانت عايزه تلعب على نقاط ضعفي وانا غبي، كنت بحبها كنت شايفها بالنسبه لي نبي. بس للاسف ده مش هيفيد، للاسف دلوقتي مفيش اسد هينهش في لحمي الا انت. كان لازم تخافي مني، مفيش اسد هين. اوكي، اسد المفروض لو الانثى تبقى اللبؤه. اوكي، هي اسمها اللبؤه ما اسمهاش. اوكي، بس هو تقريبا يقصد بيها ممكن يبقى يقصد بيها الشتيمه ممكن، الله اعلم مش عارف، انا بخمن معرفش. مني تلي نفسك بشتب دلوقتي مفيش اسد هي
عاش في لحمي الا انت كان لازم مفيش اسئله هنا مش عارف انت بس اوكي ما علينا جايز يكون يقصد كيف مني تلي نفسك بشغف انا مش هندي كوني اول ولد ده مش سبب كان لازم تكوني مستوعبه الوضع تلي نفسك بشغف انا مش هندي كوني اول ولد ده مش سبب كان لازم تكوني مستوعبه الوضع من كل الزوايا اسف ما تمشيش استنى شويه معايا عايز اطلع اللي فيا يمكن احس اني كويس يمكن احس اني قليل بس احس اني مش ميت وجايز احس اني بايد بس بايد اني مش موافق ما تقوليليش اني جيد انا عايز اتكلم بس ساكت كيف اتكلم واتقاط انا لسه زي ما انا زي ما سبتيني وانا مش فاهم وانا عايش في العدم انا باقي والالم بيخش في عظمي كلمات بتصرخ في ودني مأذنه بصرخ في جلدي على الملا عامه الكلام ده على المدى بيبان جوه البلد هتلاقيها بالبلا وبيبان قلبها مقفوله بنقول مدد المفتاح اللي بيخلي يومنا يعدي بسلام فاهم انا كنت لعبه وسط محل العاب تضحك عليك بكلمه علشان تاخد حياه ممكن توهمك انك بالنسبه لها عالم تاني بعدين تاخد حلمك وتحطك جوه اوهام وتفضل الحياه ماشيه مش هيفيد ماشيك حبسك جوه وحشه في عقلك 100,000 وشه وكلهم ضدك وانت بس معدوم مهما بقيت زي الالف هتفضل شايفاك مش معدوم انا مقطع جسمي وسايب نفسي للدم بتلزز بنصع جوه عالي وبنصع للوهم اللي فيا محفز حواسي للاهتمام بباقي الحواس فيلا بينا نستنفذ كل الالام ببص للناس بلاقي اسلاكي بهدوء بتلمس وانا زي ما انا قاعد على البلاط بدون مبالغه حاسس بالاحباط بعيون حصان بيطوف للجنه جسمي بينقاد للاسقاط بس نجوم مش ولعه مش عايز اتكلم جوه عياط هدوء عقاب وبحوم وبلعن خلاني اعمل حاجه مسلوب جسمي على باط انسانه منسوح اسمي احبار وكتابه محسوب اني بصطاد اسمعك بس مفيش فايده لان محدش لسه فاهم معيش نايزك عشان احدفه على امثالي بس في هيكل لسه معيش نايزك لان محدش لسه فاهم معيش نايزك عشان احدفه على امثالي بس احدفه على امثالك اوكي في هيكل السعاده بتخيله اتخلصت منه لان لقيته جاي على مقاسك كل اللي كنت عايزه ان ما كنتش موجود مفيش سم هيقتلك لان الجسم مسموم حاولت ان اكون مفيش سم هيقتلك لان جسمك مسموم انت عايزه ان ما كنتش موجود مفيش سم هيقتلك لان الجسم مسموم حاولت ان اكون لان الجسم اوكي حيادي زي ما قلت لك في الاول بس مفيش لبن هيضحك على اللبن المسكوب سمعت ان الجنه تحت منك بس انت في القاع كل ما سمعت ان الجنه تحت منك هو بيتكلم عن امه ولا حبيبته انا مش فاهم هو ايه ولا يقصد ان حبيبته لما تتجوز مش فاهم بحاول اطلع فوق جسمك يحاولني باسكوت الجو بيسيح بس انا متلج من كلامك عقلي كان مفيد بس اتلف من سوادك بس في النهايه انا مصفط بيك ايا كنت وانا مش طفل فمش هتحاسب على سخطي لو بتسمعني دلوقتي انت شفت اللوزمي مش هتحاسب انت وانا مش طفل فمش هتحاسب على سخطي لو بتسمعني دلوقتي انت شفت اللوزمي انا كنت بكلم انسي او اسف قصدي امي قصدي امي اوكي كويس انك قلت اسم الالبوم تقريبا او في هو الالبوم كله كده حزين فشخ يعني ما فيش حاجه فيش مش ما فيش بياض انا لحد دلوقتي في سواد في الشاشه انا مش عارف احط يعني انا لو احطها لكم عشان هتستفيدوا بايه يعني احط السواد ده جنبي هيعمل ايه يعني انتوا تبقوا شايفينه المفروض هنا ايه لازمته مش عارف سواد ما علينا في تكملة اوكي في نص دقيقة اوكي نص دقيقة ايه سكوت برافو اوكي شكرا بصراحة لا حاولوا عايزين انا عايز اغنية يبقى فيها شوية عشان احس ان انا سودتها اوكي القناة بقت سودة دلوقتي مش عارف في ايه معرفش بعد ما كنت كان في ضحك وكان في هزار وفي بتاع الدنيا بقت في غيامه جت مره واحده اللي هو من امبارح فعايز اغير الموضوع ده في ريت لو في حاجه كوميدي حاجه ملهاش اي 30 لازمه ملهاش اي 30 معنى بعض يا ريت يبقى ده تبقى زي الفل اوكي
ان احنا هنا كلنا بنطلع من الواقع شويه اللي هو نضحك في اي حاجه بتضحك قشطه اوكي ما علينا. كان بيتكلم عن امه اوكي حلو انا كويس ان هو قال في الاخر لان اللي هو كان سابني كده كنت اقول ما حبيبته يا امه اوكي وكنت هسيبكم انتوا تقولوا لي اذا كان امه ولا مين بس انا عرفت الحمد لله لان كنت مركز في الكلام اللي هو بيقوله اوكي في كام حته كده اللي هو حسيتها اللي هو في سواد 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 اللي هو عرفت اللي هو تسمع اللي هو السواد ده بس ازاي امه تسكت تقوله ان هو شاذ وزنا صعب 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 ما اعتقدش ان هو مش لازم يكون بيتكلم عن نفسه انا عارف ده ان هو مش بيتكلم عن نفسه ممكن يكون بيحكي قصه مثلا او تخيل قصه فبيحكيها ممكن الله اعلم مش عارف محدش يعرف ممكن في امهات كده ممكن تشوف ابن ابنها حماده بالجنزبيل وفي امهات عمرها ما تفكر في ابنها كده ما علينا ده كان رياكت اربي يكون رياكت عجبكم طبعا مش هيعجبكم عشان سودا قوي سودا قوي اوكي فمش هنكدب على بعض انا عارف اوكي بس الاغنيه اللي هي بتاعت امبارح اللي هي جوه علي انا مش عارف حاسس ان هي احلى من دي مع انها فيها سواد بس اللي قدرت يعني مش عارف كنت حاسس ان هي فيها نقط لمساني قوي اوكي هي النقط دي فيها نقطتين اللي هو انا قلت اللي هو تبص على حاجه اللي هو فعلا كلنا اكيد بيجي لنا وقت كده اللي انت تكون خلاص مخنوق ونفسك مش عايز تكون موجود خالص تاني في الحياه فاهم دي انا حسيتها كتير فشخ اللي هو انا مش عايز اكون موجود اللي هو زهقت فاهم كان بتجيلي الحاجات دي فاللي هو فعلا دي حقيقه وبرده اللي هو اللي هي مش فاكر كان انا قلت ايه تاني مش فاكر كان في حاجه تانيه برده دي اللي لمستني فشخ فحتتين دول اوكي لكن الاغنيه التانيه كانت مليانه ما علينا اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد وانا هحاول اشوف اي اغنيه فيها فرح كده احاول اطلع اوكي انا مش عايز اغني سودا بعد اذنك كفايه اوكي السواد ده لما اكون مبسوط واكون خلاص بقى اللي هو عشت يا جماعه مفيش حاجه حزينه تتعكنن على اهلي شويه فاهم ساعتها هبقى اطلب لكن لا انا دلوقتي انا بطلب انا عايز حاجه حلوه لان انا متعكنن على طول اوكي انا في عكنن وفي سواد على طول فلو عايز حاجه تنشلني من انا فيه علينا انا كل ده بقفل خلاص يلا اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد يلا تشوس